لماذا لا يكفر سيد قطب لأنه سب الصحابة وذكر كلاما غير لائق في نبي الله موسى؟ على كل حال هو أخطأ في هذا، ولا ندري عن ماذا كان في آخر أمره، وربما أنه مقلد وينقل من كتب الشيعة، هو مقلد، ونحن نحسن الظن به ونقول أخطأ ولا يصل إلى حد الكفر إن شاء الله. نعم.